مرحبا وأهلا بكم في الحلقة 42 من أساطير بودكاست في موسمه الثالث أساطير حرب طروادة. هذه هي الحلقة 2 من هذا الموسم. إن كانت هذه المرة الأولى التي تستمعون بها للبودكاست فأود أن أرحب بكم وأذكر أن هذا الموسم هو موسم سيريالي، بمعنى أن كل الحلقات معتمدة على بعضها، وأفضل طريقة للاستماع هو البدء من الحلقة الأولى ألا وهي الحلقة 41 لفهم أسطورة طروادة بالكامل. مسابقة وجيز وأساطير بودكاست ما زالت مستمرة. إن كنتم تستمعون لهذه الحلقة بين 1 أكتوبر 2023 والسابع من أكتوبر 2023 وإن أردتم المشاركة للحصول على فرصة للفوز بإحدى الاشتراكات السنوية لمنصة وجيز مدفوعة بالكامل من قبل وجيز، عليكم بالذهاب لهذه الحلقة على منصة يوتيوب وترك أي تعليق تحت هذه الحلقة، تحت فيديو هذه الحلقة. ابحثوا عن اسم الحلقة على اليوتيوب أو على اسم محطة البودكاست اسمها أساطير بودكاست، وسأترك الرابط في شرح هذه الحلقة على كل المنصات. في الحلقة الماضية تحدثنا عن حفل زفاف حورية البحر ثيتس والملك بيليس وقصة ولادة الأمير باريس والنبوءة المشؤومة. تحدثنا أيضا عن التفاحة الذهبية والمشكلة التي وقعت بين هيرا وأفروديتي وأثينا ومحكمة باريس الشهيرة. وفي هذه الحلقة سنتابع القصة، الأصل الأسطوري لهذه الحرب الشهيرة. أهلا بكم في الحلقة 42 من أساطير بودكاست أساطير حرب طروادة. عنوان هذه الحلقة هو تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. هيلين الإسبارتية، جميلة الجميلات وملكة الحسناوات التي وعدتها أفروديتي لباريس من دون علمها، ما زالت في بلادها، وما زال باريس في طروادة يتساءل عنها ومتى سيحين موعد اللقاء الموعود. هيلين هي ابنة زوس ملك الآلهة، وليدة زوجة ملك سبارتا تندارس. ولدت هيلين من بيضة، ولكن هذه قصة لحلقة مستقبلية. عندما كبرت هيلين زاد عدد معجبيها. يقول داريني خشبة في وصفها أن ابتسامة من فمها تحيي وتميت، وأن عنقها بلوري شفاف وصدرها ممتلئ وجسدها مرمري. ترعرعت هيلين في نعيم وسعادة بعد أن هجر زوس أمها، تزوجت الأم من تندارس. عندما شبت تقدم لخطبتها الكثيرين، ولكنها رفضتهم جميعا، فقد كانت مصرة على أن تتزوج من أحد من نسل الآلهة. وبسبب ذلك لقي زوج أمها هولا شديدا وأرقا، إلى أن خشي أن تشب الحرب بين الشعوب لأجلها إن اختارت أحدا على أحد. فكر مليا إلى أن وجد الحل. أقام حفلا شائقا دعا إليه كل من تقدموا لطلب يد هيلين، وبالغ في إكرامهم والاحتفاء بهم، ثم خطب بهم، فتحدث عن فتاته وما كان من أمر خطبتهم لها، وعدم التوفيق في إنجاز شيء مما أقدموا له واختلفوا فيه، فقال: أفإن بدا لهيلين يا سادة أن تختار أحدكم ليكن زوجا لها من دونكم، انقلبتم على أعقابكم وثرتم بمن يقع عليه اختيار الفتاة، فقتلتموه أو فضحتموه في عرضه، وجعلتم اسم هذا البيت الكريم مضغة في أفواه الهيلانيين وجيرانهم. الهيلانيين هم الأغريق. إنما نريد أن نتقي هذا الشر فلا يستطير، ونتدارك الأمر فلا ندعه همجية بيننا، ولن أكفلكم في سبيل ذلك شططا. طبعا أنا هذا المقطع أقرأه مباشرة من كتاب داريني خشبة قصة طروادة. يمين يا سادة، صادقة تقسمونها فتكون عهد الوفاء بيننا، أن ترضوا جميعا ما ترضاه هيلين، وأن تكونوا يدا على من يحنث، ولو كان أعزكم جانبا وأكثركم قوة، بل لنتفق جميعا على أمر يكون أعم مما أشرت إليه، أن نكون يدا على من تحثه نفسه بالإضرار بهيلين أو بسبيبها. فقد تحدث إلي من عنده علم أن بعضكم ينتوي هذه النية السوداء، ينتوي أن يسرق هيلين
إذا لم يكن من حظه أن يقع اختيارها عليه ليكن بعلا لها. وأنتم السادة النجب من علية الإغريق وجيرة الأولمب، أفترضون أن يحدث في أمر كلكم شاركتم فيه من قبل؟ وطبعا يجيب المدعوين جميعا: حاشا، لنقسم جميعا. هذه ترجمة دريني خشبة. وفي رواية أخرى قالت تندارس أن هيلين ستتزوج أغنى الرجال، الرجل الذي يستطيع أن يعطيها أجمل وأغلى الهدايا. وطبعا منيليوس قام بذلك وتزوج من الجميلة هيلين، أو على حسب الرواية الأولى أن هيلين اختارت منيليوس، والجميع رضي بذلك، فهم أقسموا على احترام قرار هيلين. ليس ذلك وحسب، بل أقسموا أنه لو حصل لها أي شيء كالخطف على سبيل المثال، فهيلين قد خطفت من قبل، فهم سيحملون السلاح لردها إلى بيتها. مضت السنين وتوفي تندارس، وجلس منيليوس زوج هيلين على عرش سبارتا وأصبح ملكا لها، وهيلين أصبحت ملكة سبارتا، وأنجبوا ابنتهم هيرمايني. هيرمايني كاسم بطلة هاري بوتر. في هذه الأثناء بدأ صبر باريس بالنفاذ، فأفروديتي غابت عنه لسنوات ولم يعد يطيق الانتظار لحظة واحدة لكي يجتمع بالفتاة الموعودة له، علما أنها متزوجة. لنتأمل هنا كيف أن باريس لم يكترث إن كانت هيلين تريده أم لا. في نظره الآن هيلين له، وهو مستحق بها، فالوعد جاء من الآلهة. طبعا تبعية واستملاك النساء الإغريقيات في هذه الأساطير متوغل جدا. بعد نفوذ صبره حمل سفينة بالمؤن وانطلق من طروادة إلى سبارتا بدون خطة. عند وصوله خرج الملك منيليوس والملكة هيلين وشعبهم للترحيب به، فهو ابن ملك طروادة، وقادوه بموكب عظيم من الميناء إلى القصر. كان في الموكب الموسيقى وحملة الزهور والوصيفات الجميلات صاحبات الشعر الطويل، ولكن باريس كان يختلس النظرات على الجميع إلى أن التقت عيناه بعيني هيلين. خيل له هنا أن قلبه كان قد انخلع من مكانه، وفجأة جاءته أفروديتي دونا عن غيره وقالت له: كن شجاعا، ثم غابت. لبث باريس في ضيافة الملك عدة أيام، ثم حدث حدث عظيم في أطراف المملكة تطلب وجود الملك منيليوس شخصيا، فأوكل منيليوس ضيافة الضيف لزوجته ثم ذهب لشأنه. زارت هيلين الضيف لتطمئن عليه، وكان الضيف يستغل هذه الزيارات للتغزل بها. كانت الزيارات تطول وتطول، وكان باريس يزيد في تماديه، فأولا بالكلام، ثم وضع ذراعه فوق كاهلها، وفي كل خطوة كان يردد في خاطره كلمات أفروديتي: كن شجاعا، إلى أن قبلها القبلة الأولى ثم الثانية. لنتوقف قليلا هنا عن ما حصل، فالروايات تختلف وتتضارب، فبعضها يقول أن هيلين خطفت دون رضاها، والبعض يقول أنها أرادت أن تذهب مع باريس، فأما أن تكون وقعت في حبه، وغالبا إن كان هذا صحيحا فهو سحر أفروديتي. أنا اخترت أن أروي هذه القصة على أنها وقعت في حب باريس، لكن لماذا حرص منيليوس على توصية هيلين على العناية بالضيف في غيابه؟ السبب هو أولا أن باريس هو من نفس الطبقة الاجتماعية لهيلين ومنيليوس، فهو ابن لملك طروادة وهم ملوك، وبالمقابل كان على باريس أن يكون مهذبا ولائقا بالتعامل معهم. والسبب الثاني هو مفهوم الزينية. مفهوم الزينية هو مفهوم إغريقي قديم عن أهمية الضيافة عند الإغريق، وترجمته الحرفية هي صداقة الضيف أو طقوس الصداقة. هذه الطقوس لها أهمية دينية، فأحد أسماء زوس هو زوس زينيون، للدور الذي يلعبه في حماية الضيوف والغرباء. لزينيا قاعدتان: الأولى هي احترام المضيف للضيف، والثانية هي احترام الضيف للمضيف، وهذا الاحترام يعني توفير الأمان والطعام والراحة للضيف، وحتى أحيانا الهدايا والمساعدة في الوصول إلى وجهتهم. احترام الضيف للمضيف ينص على أن على الضيوف أن لا يسرقوا ولا يؤذوا، وأن يشاركوا المضيف قصص وأخبار البلاد التي زاروها.
وأهم مسؤولية هي مساعدة الزوار والضيوف عند العودة لبلادهم. لهذه الطقوس دور مهم في عدة أساطير، وهذه إحداها، بالإضافة لكون مانيليوس وبرايم والد بيريس أصدقاء. ولهذا أوصى مانيليوس زوجته أن تهتم بالضيف، فمن الممكن أن يغضب زوس عليهم إن لم يقوموا بالضيافة على أكمل وجه. في المساء سأل بيريس هيلين إن كانت تريد الهرب معه، ووافقت على الفور، فذهبوا إلى سفينته الراسية وأبحروا باتجاه طروادة تحت خلسة الليل. كما قلت أن المصادر تختلف، ولكن إن شاهدتم أي فيلم ولكن إن شاهدتم أغلب الأفلام والمسلسلات عن هذه القصة، فأغلبهم يقول أن هيلين ذهبت مع بيريس طواعية. وطبعا بيريس قبل أن يرحل لم يسرق فقط هيلين، بل سرق عدة من ممتلكات مانيليوس، مثل أدوات الطعام الذهبية وشراشف الطاولات المطرزة ومنشفته الأرجوازية الملكية، بالإضافة إلى زوجته، مما يجعله في خلاف مباشر مع طقوس الضيافة. عاد مانيليوس من رحلته وليته لم يعد، فقد فقد صوابه عندما علم ما حل بقصره في غيابه. غضبه لم يكن له حدود، فقام بدعوة كل ملوك وأمراء الإغريق ليذكرهم بالعهد والقسم الذي أدلوا به أمام تندارس زوج أم هيلين لحماية هيلين وقداسة زواجها. وفعلا وفوا بالعهد، واجتمعت 1000 سفينة لمحاربة طروادة واسترجاع هيلين. اجتمعت سفن في مدينة أوليس، وكان على متنها أشجع وأقوى الرجال، فطروادة كان لها سمعة قوية بسبب أسوارها العالية ورجالها الشجعان. طبعا سبب مهم في تجمع كل هذه الجنود هو أجاميمنون. أجاميمنون هو أخو مانيليوس، وهو قائد حربي ماهر جدا. من بين جميع ملوك الإغريق كان الملك أوديسيوس ضد هذه الحرب، ولكنه كان موجودا عندما ألقي القسم، وكان أحد الرجال الذين أقسموا على حماية هيلين. ولكن بالإضافة على عدم امتنانه للمشاركة بالحرب، أخبرته العرافة أو الأوراكل أنه لو شارك بهذه الحرب فإنه لن يعود لداره لعدة سنوات طوال. وزوجته وعشيقته بينيلوبي كانت قد وضعت مولودها الأول تيليباكس منذ فترة قريبة وما زال رضيعا، ولكن كيف سيخرج من هذا المأزق؟ عليه أن يتظاهر بالجنون. عندما وصل أجاميمنون أخو مانيليوس وجنوده لأثيكا ليصطحبوا أوديسيوس لمشاركة في الحرب، وجدوه يحرث الأرض باستخدام ثور وحمار معا. أظن أن استخدام ثور وحمار معا ليس بالأمر الجيد عند محاولتكم لحرث الأرض. وزيادة على ذلك، بدل أن ينثر البذور في الأرض كان ينثر الملح. بالتأكيد أن أوديسيوس قد جن، ولكن أحد رجال أجاميمنون لم يقتنع بذلك، فأمسك طفله العزيز تليماكس ووضعه أمام المحراث. عندما رأى أوديسيوس ابنه على الأرض توقف عن الحرث قبل أن يقتل تليماكس، وكان ذلك دليلا كافيا لهم على حسن عقله، فاصطحبوه مجبورا إلى أوليس وأجبروه على المشاركة في الحرب ليلعب دورا أساسيا بها، فهو أحد أشهر وأقوى الإغريق، أوديسيوس ملك أثيكا. تذكروا هذا الاسم جيدا، لأننا سنتحدث عنه كثيرا في موسم مستقبلي. الآن حضر أوديسيوس واجتمعت 1000 سفينة، لكنهم غير جاهزون على الانطلاق. هناك رجل واحد باقي لم يحضر بعد، أكيليز أو أخيل، أفضل الإغريق، ابن آلهة وحورية البحر ثيتس التي كانت حامية لابنها من كل خطر. في هذه الأثناء كان أخيل مع كايرون السنتار صانع الأبطال يتعلم أصول الحرب والإمارة وعلم النجوم والطبيعة. وصلت الأخبار والنبوءة لثيتس أن وجود أخيل في الحرب هو أساسي للانتصار، فالنبوءة قالت إما أن يحارب أخيل لاسترجاع هيلين مع باقي الرجال ويمت في عز شبابه ويخلد ذكراه للأبد كأحد أقوى الأبطال، أو أن يغيب عن الحرب ويعيش حياة طويلة وسعيدة ولكن غير مذكورة. نحن نتحدث عنه الآن، فما بالكم قد حدث؟ لنعد قليلا للماضي.
ثيتس أجبرت على الزواج من بيليس كما ذكرنا في الحلقة السابقة بسبب النبوءة التي تقول أن ابنها سيتفوق على أبيه بكل شيء. بعد الزواج أجبرت على العيش على الأرض خارج البحر، ولكن حملها بطفلها تركها أسعد كائن على الأرض. مضت الشهور ووضعت غلاما بكرا كثير الصخب يضرب الأرض بقدميه الصغيرتين فكأنما يضرب المشرقين والمغربين، وينظر في السماء في عينيه الزرقاوتين كأنما يبحث عن جده ومجده، وترى إليه أمه وتبتسم. أخذته أمه إلى أحد العرافين وتنبأ له بالبطولة وأن المجالس ستعطر بذكره في كل الأزمان. أخيل الرائع، أفضل الإغريق. لم ترد له أمه أن يكون بشريا فانيا، فعزمت أن تعطيه حماية مثل الآلهة. فعندما كان رضيعا حضرت قدرا مليئا بمياه سحرية تغلي، وكان عليها أن تغمس الرضيع فيها في كل ليلة لسبع ليالي. كانت تمسك أكيليز أو أخيل من عقب قدمه اليسرى وتغمسه بالقدر الذي يغلي، وبذلك يغطي الماء المبارك جسده بالكامل ما عدا عقب قدمه اليسرى، والعقب هو هذه العضلة أو الغضروف لا أعلم ما هو الذي يقع فوق كعب القدم بالضبط. لين قليلا إذا لمستوه. فعلت ذلك لستة ليالي، وفي الليلة السابعة دخل عليها الملك بيليس ورأى ابنه الرضيع في قدر الماء المغلي، فصاح في زوجته المباركة مما أربكها ولم تعد قادرة على إتمام العملية بالكامل. والآن أكيليس تقريبا محمي، أي جسده بالكامل محمي ما عدا عقب قدمه، كل الجسد محمي ما عدا تلك المنطقة التي لم تغمس. ليس بأمر سيء إن أردتم رأيي. في رواية أخرى كان على ثيتس أن تغمس الصبي في نهر ستيكس في عالم الأموات. قامت بنفس الخطوات وغمست سائر الجسد ما عدا عقب القدم اليسرى، فكانت تستخدم سبابتها وإبهامها لحمل الصغير ووضعه في الماء. كما ترون ثيتس حضرت ابنها وجهزته ليكون أفضل الإغريق، فلا عجب أن أجاممنون أراده مع الجنود، ولا عجب أيضا أن ثيتس اختارت أن تحمي ابنها من الحرب والموت المحتم كما أخبرتها العرافة. أظن أن الحياة السعيدة الطويلة الغير مشهورة أفضل من الحياة القصيرة التعيسة المشهورة. اختارت ثيتس أن تحمي ابنها من الحرب والموت المحتم كما أخبرتها العرافة. لتحمي ابنها أخذته من رعاية كايرون السنتار، ألبسته ملابس فتاة ووضعته على جزيرة سكايروس تحت اسم بييرا الذي يعني صاحبة الشعر الأحمر، تحت كنف الملك لايكوميدس بين بناته. طبعا أخيل وافق على ذلك. جميع سكان الجزيرة كانوا على علم أنه صبي، وحتى أنه رافق إحدى بنات الملك وأحبا بعضهما البعض، ولكن الجميع وافق على كتمان السر أمام الغرباء. في هذه الأثناء بدأ صبر أجاممنون بالنفاذ، في الجميع بانتظار أخيل أو أكيليز. تبرع أوديسيوس بالبحث عنه وجلبه للانضمام للحرب، فكل الذين ذهبوا باحثين عنه عادوا خائبين. رافق أوديسيوس أدهى الإغريق نستور وفينيكس ودياميتس. ما لا تعرفونه عن أوديسيوس أنه مكار، فاختلط بحاشية القصور إلى أن وصلته الأخبار عن مكان أخيل وطريقة اختبائه. فكر بحيلة ثم جمع بصندوق كبير أحلى وأجمل التحف، وضع بالصندوق حرير الشام وتصادير فارس وشرفيات الهند وأنفس الأشياء من كل البلاد، أخذها وذهب بها إلى جزيرة سكايروس. دخل بها إلى قصر الملك وفتح الصندوق أمام بناته وأدهشهم بما فيه من كل البلاد. أمسكت إحدى الفتيات الصباغ المصري والأخرى الحرير الشامي، ثم اقتربت فتاة مخمرة ذات عينان زرقاوتان لم تكترث لأي شيء سوى أحد السيوف، أمسكته وبدأت تلوح به في الهواء وتلاعبه بمهارة. اندهش أوديسيوس مما رأى، فهو أحد أشهر الأبطال ولا يمتلك تلك المهارات. وفجأة قام على قدميه وصاح بصوته الجهوري أخيل،
توقف الكل في صمت ودب الرعب في قلب أخيل، ثم قال بكل برودة: نعم أنا أخيل. عندها طلب أوديسيوس منه أن يرافقهم للحرب، وجرت مشادة كلامية بين أوديسيوس وأخيل تظاهر فيها أفضل الإغريق أنه ليس على علم بالحرب. في النهاية وافق على الذهاب معهم إلى أوليس، تاركا وراءه عشيقته الحبلة التي ستلد لاحقا ولده نبتولمس. في رواية أخرى افتعل أوديسيوس أنهم في خطر وقفز أكيليز لمساعدتهم، وبذلك اكتشفوا أنه صبي وليس فتاة متنكرة. وصل الرجال إلى أوليس، تجهزت القوافل وحملت السفن، الكل جاهز للانطلاق، ولكن بقيت السفن في مكانها بدون حراك. أين هي الرياح؟ لم يكن هنالك أي أثر للرياح في الهواء، لا يتحرك. ما الذي حصل؟ انعدام الرياح بالتأكيد يعني سخط الآلهة، ولا أحد من الجنود يريد أن يكون تابع لقائد غير محبوب من قبل الآلهة. كيف وصل أجاممنون إلى هنا؟ أجاممنون هو قائد جيوش الإغريق. عندما كان أوديسيوس وأكيليس في طريقهم نحو الجنود، قضى أجاممنون وقته في الصيد، وذهب إلى إحدى غابات الآلهة أرتميس، آلهة الطبيعة والصيد والقمر، وهناك قام بصيد غزال بري كبير. بعد أن قتله، قال بصوت عال أن مهاراته بالصيد تضاهي مهارات أرتميس بذاتها. لم نتحدث الكثير عن الأساطير الإغريقية في هذا البودكاست، ولكن كل مرة يقوم فاني بمقارنة نفسه بالآلهة، تشخصن الآلهة الموضوع وتنتقم. لا أعلم إن كانت كلمة شخصنة هي كلمة فصحى، ولكن لا أجد أي كلمة أخرى لوصف هذا الموقف. المهم، علم أجاممنون أن لأفعاله يد في الموضوع، فاستشار أحد الرهبان كاليخاس المشهور بالرؤية. كاليخاس أكد لأجاممنون أن حديثه عن أرتميس هو السبب، وأن الحل الوحيد هو التضحية بإيفيجينيا ابنته لكي تصفح عنه الآلهة. تقول ليف بيرت عن هذا المقطع معلقة أن هذا الحدث غير منتظم مع شخصية أرتميس المعروفة بتقريبا كرهها للرجال وحبها للنساء، فلما لتطلب منه أن يضحي بابنته؟ ولكن رد أجاممنون كان ليس الشتائم أو التذمت مما سمع، إنما وافق على الفور وهب بالعمل، فهو مصر على الذهاب للحرب. تذكروا أن الحرب بالنسبة للإغريق كانت مدعاة للشرف والفخر، وأجاممنون لم يكن يكترث للتكلفة، وأيضا كان عنده صبي وفتاة أخريان، ولذلك لم يكترث إن خسر إحدى فتياته. أرسل الرسل لميسيني، فهو ملك ميسيني، ليخبر إيفيجينيا وزوجته كليتمنسترا، أحب اسم كليتمنسترا كثيرا، أنه وجد عريسا رائعا لابنته أخيل الشهير صاحب الأقدام السريعة. طبعا أخيل عريس رائع، ولكن لا أظن أن كان للفتاة أي رأي هنا. حضرت كليتمنسترا ابنتها بفستان لائق، ورحلوا من ميسيني إلى أوليس محل تجمع الجنود، وعند وصولهم كانت الأجواء طبيعية ومناسبة للاحتفال بالعرس. كان المذبح مزين وجاهز للعروسين، وقام أجاممنون بأخذها بيدها نحو المذبح، وعوضا عن مقابلة زوجها المستقبلي قام والدها بذبحها من أجل الآلهة. في رواية أخرى قامت الآلهة بإنقاذ إيفيجينيا بآخر لحظة واستبدلتها بحيوان. في هذه الرواية قبل أن تضرب السكينة عنق إيفيجينيا، سحبتها أرتميس على غيمة ووضعتها في أحد معابدها كقديسة. هذا التصرف لائق بآلهة الصيد أكثر، كونها تحب الفتيات وتناصرهم، ولكن المهم هنا أن أجاممنون كان جاهز للتضحية بابنته من أجل الرياح. إن فكرتم في الموضوع، ما الذي يجعل هيلين أهم من إيفيجينيا؟ لا شيء. وفعلا بعد الأضحية هبت الرياح وارتفعت الأغاني، وانطلقت السفن متجهة نحو طروادة لتبدأ الحرب العظيمة.
هذه هي البداية الأصلية لحرب طروادة التي شكلت حدثا أساسيا في الأساطير الإغريقية واليونانية. بدون هذه الحرب الكثير من الأشياء لم تكن لتحدث. في الأسبوع القادم سنبدأ رواية الحرب بذاتها. أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. لا تنسوا متابعة البودكاست على المنصة التي تستمعون وتقييم البودكاست على سبوتيفاي وآيتونز أو أبل بودكاست في أي مكان تستمعون له. وأيضا تابعوا البودكاست على مواقع التواصل الاجتماعي وشاركوه مع أهاليكم وأصدقائكم المهتمين بالأساطير وحرب طروادة. اسم البودكاست هو أساطير بود في كل مكان ASATEERPOD. لا تنسوا أن المخيلة أهم من المعرفة، فشغلوا مخيلاتكم وتخيلوا هذه الأحداث معي. كان معكم عادل في أساطير بودكاست.